السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله عنوان المحاضرة هو الأبيضاد الدم الحاد اللمفاوي. فأنا رح أستعمل المحاضرات اللي كنت سلسلة المحاضرات اللي كنتوا عم تستعملوها للمواد الثانية اللي هي جاية من الأسفو، وحكى لكم عنها الدكتور نايف يمكن والأشخاص الثانيين، فما رح أحكي لكم عنه، ولكن هو هذا مجموعة سلايدات موجودة عندكم وأنا رح أمر فيها. قد حيد عنا بعض الشيء لأنه هي عبارة عن سلايدات مخصصة للأشخاص اللي خلصوا الفيلوشيب وعم يجهزوا حالهم للبورد، فهي جيدة ولكن قد تكون مفصلة كثير ببعض الأحيان وقليلة التفصيل ببعض الأحيان الثانية. فإذا عندكم أي أسئلة ممكن نطول المحاضرات هلا. نحن مبدئيا عندنا محاضرتين بموضوع الأبيضاد الدم الحاد اللمفاوي، ففينا نطول ونساوي ثلاث محاضرات أو أربع محاضرات حسب الحاجة، ولكن إن شاء الله رح نبلش بداية. تمام حكيم، احنا اذا ممكن يعني احنا طلبنا انه صراحة انه يكون محاضرات الأونكولوجي بتكون مفصلة اكثر، يعني المعلومات القديمة عنا يعني بالمراجع قبل ما كانت مفصلة، فنحن اذا ممكن تفصيل ما في مشكلة. ممتاز ممتاز إن شاء الله. فمنمشي قد ما بنقدر نحن بهالمحاضرة هاي ومنتابع إن شاء الله ومنوقف ونتابع بعدين. فالمحاضرة أعطاها هو ستيفن هانجر، هذا شخص معروف بموضوع اللوكيميا هون بأمريكا، وحاطط المطلوب من المحاضرة. أنا أهدافي من المحاضرة أول شيء أن تكونوا عندكم قدرة على تشخيص الأبيضاد اللمفاوي الحاد وتمييز التشخيص من أشياء تانية مثيلة فيه، وبعدين الدخول بموضوع علامات الخطورة تبع الأبيضاد اللمفاوي الحاد ثم العلاج تبعه، وإن شاء الله بنقدر نساوي بثلاثة أو أربع محاضرات. فبداية على موضوع الوبائيات او تعداد الحالات، الابيديميولوجي تبعها اللوكيميا مبدئيا هي اشيع مرض سرطاني عند الاطفال، يعني حوالي ثلث السرطانات بالاطفال هي ابيضاد دم. فمثل ما بتعرفوا ابيضاد الدم هو له مبدئيا نوعين، لمفاوي و ابيضاد نقي يعني مايلويد، وحتى هدول بيتفرعوا لفروع تانية. اللمفاوي بيتفرع على بي سيل وتي سيل، والابيضاد النقوي هو بيكون له سبع فروع تانية بنحكي عليهم في محاضرات تانية. فأول شيء لما بيجي الطفل غالبا بيكون هو بعمر ما بين 1 لـ10 سنوات، معظم الحالات بتصير بهالعمر من 1 لـ10 سنوات، والذروة بتكون ما بين 2 لـ4 سنوات. هاي الذروة ملاحظة بأمريكا أكثر من بجوز عندكم، ولكن الذروة هون تلاحظ ما بين 2 لـ4 سنوات. حوالي 2% من السكان بيصيبهم أبيضاد دم حاد بعمر الطفولة، يعني مثلا تعداد، ما بعرف والله تعداد المنطقة عندكم، بس خلينا نقول تعداد دمشق مثلا 10 مليون، كل 100,000 بيطلع منهم 2، فكل مليون بيطلع منه 20، فبدمشق لحالة بتشخص له حوالي 100 حالة أبيضاد دم لمفاوي حاد كل سنة. هاي الإحصائيات هي علاقة بالولايات المتحدة وما بتفيدكم أنتوا، بس معظم الحالات مثل ما قلنا بتكون قبل 10 سنين. هون بأمريكا بيحكوا على موضوع الأعراق، فالبيض أكثر احتمالية إصابة من السود، وبعدين معظم الناس لما بيجوا بيقول لك طب ليش صار هذا الموضوع؟ نحن معرفتنا بشكل عام بالسرطان محدودة عن شو هو اللي سبب الأبيضاد أو السرطان بشكل عام، ولكن نعرف هو عبارة عن
vulnerability يعني تعرض أو سهولة إصابة مع محرض. فلما بيلتقي المحرض مع نقطة الضعف بالـ DNA بيصير هذا اللوكيميا، بس ما بنعرف شو هن نقاط الضعف بالتحديد. فقلنا انه بيضاد الدم اللمفاوي اللي هو اكثر شيء يعمل من بيضاد الدم النقوي، هو بيتفرع على فرعين، تي سيل وبي سيل. فاذا قلنا انه اللوكيميا كلياتها 100% تلتين يعني 66% من هدول هن الابيضاد اللمفاوي حاد، وتلتين الابيضاد اللمفاوي الحاد هو بي سيل. فالبي سيل هي اشياء ابيضاد لمفاوي، واللمفاوي هو اشياء ابيضاد دم. معظم حالات الابيضاد هي بتكون بي سيل قبل العشر سنين، وبيزيد عدد حالات التي سيل من بعد عشر سنين. حاطين بهذا السلايد نسب اللوكيميا. بتصور النسب بالتحديد يعني ما هي محور الحديث هون، بس كنت تعرفوا انه معظم الابيضادات بتكون هي لمفاويه، وبعدها بيجي النقويه، وبعدين بيجي الكرونيك المزمن، ابيضاد الدم المزمن اللي ما بصير كثير بالاطفال. ورغم انه يعني تحسن نسبة الشفاء بالابيضاد الدم، لساته في حوالي ثلث اللي بيموتوا من الاطفال بالسرطان هن سبب موتهم بيكون الابيضاد الدم. قبل ما نوصل لهون بدي وقف شوي. فغالبا لما بيجي الطفل عنده ابيضاد دم بتكون تعداد الكريات البيض مرتفع، ولكن كمان بكثير من الحالات تعداد الكريات البيض بيكون قريب من الصفر. فما فينا نقول إذا كان تعداد البيض منخفض معناته اللوكيميا احتمالا قليل. غالبا بيكون في عندهم نقص صفيحات ونقص خضاب، ولكن قد تكون الكريات البيض مرتفعة أو منخفضة باللوكيميا. هلا موضوع التوائم، لما يصاب أحد التوأمين بالابيضاد الدم اللمفاوي الحاد، ما هي نسبة إصابة التوأم الثاني بابيضاد الدم اللمفاوي حاد؟ هون عم يقول إنه 100% من الأطفال اللي بيصابوا باللوكيميا خلال السنة الأولى شيء أخوهم التوأم بيصاب باللوكيميا، مو شرط خلال السنة الأولى، بس إذا تشخص الأولاني خلال السنة الأولى فغالباً الثاني رح يصاب باللوكيميا خلال سنة أو سنتين. ولكن بعد ما يتجاوزوا السنة أو سنتين من العمر الطفل بصير احتمال الإصابة تبع التوأم تبعه بينقص كتير ل10%. ف10% نسبة يعني محرزة، ولكن هي 100% قبل ما يكون عمرهم سنة، وبتنزل ل10% تقريبا بعد ما يصير عمرهم سنتين التوائم. ما بعرف إذا شرحت النقطة بشكل واضح. فإصابة واحد من التوأمين قبل السنة شبه حتمية إصابة التوأم الثاني باللوكيميا. أما إذا أصيب واحد من التوأمين باللوكيميا بعد ما يصير عمره سنتين، فاحتمال إصابة الثاني عالية ولكن ما لا مؤكدة، حوالي 10%. معظم الأطفال اللي يصابوا باللوكيميا خلال السنة الأولى عندهم MLL rearrangement translocation بيأثر بالMLL اللي هي على الكروموزوم 4 على الصبغي الرابع. فمعظم الابيضاد الدم اللمفاوي الحاد بالأطفال اللي تحت عمر السنة بيكون فيها MLL rearrangement. شو اللي بيأهب للوكيميا؟ قلت لكم أنا هي أشيع سرطان بالأطفال، وقلت لكم ما بعرف شو اللي بسببها، ما حدا بيعرف لسه إنه شو بسببها، ولكن في بعض الأمور يعني نعرف إنه بتسببها، ولكن هل مجموعة من الأمور تسبب
قلة ضئيلة من هالأبيضاض الليمفاوي الحاد. واحدة منهم هو المورسات المؤهبة للسرطان. فأنتوا عندكم معرفة عن ليف روماني سيندروم اللي هي فيها P53 ميوتيشن. في كمان عدة أشياء تانية اللي هي العلاقة بالنيوروفايبروماتوسيس والأتاكسيا تلنجكتيجا، وعذروني إنه ما عم بتذكر الأسماء العربية تبعهم، ولكن هدول المتلازمات بتسبب زيادة احتمال الإصابة باللوكيميا بالأبيضاض الحاد. كلاينفلتر كمان، وعوز الدم، عوز المناعة، هدول ثلاث شغلات معروفين إنه بيسببوا زيادة خطر الأبيضاض الدم. المنغولية متلازمة هي كمان مترافقة باللوكيميا، واحتمال إصابة الطفل المصاب بالمنغولية هي 10 أضعاف احتمال إصابة أي طفل تاني باللوكيميا. معظم اللوكيميا هي لمفاوية، ولكن بخلال السنة الأولى حوالي نص اللوكيميا اللي بتصير خلال السنة الأولى بعمر الطفل المصاب بالمنغولية بتكون مايلويد أو نقوية. واحدة من الشغلات اللي نعرفها على قصة داون سيندروم أو المنغولية هي أنه بتسبب زيادة حساسية للكيموثيرابي. فبنا نكون حزينين وقت بنعالج طفل مصاب بالمنغولية لا أبيضاض الدم أو بشكل عام لأي سرطان، بدنا نكون حزينين لأنه إصابتهم بالمضاعفات أعلى بكتير من إصابة الأطفال العاديين، عندهم حساسية للكيموثيرابي. فهذا بيسبب عندهم يعني سوء إنذار، لأنه مو بس اللوكيميا اللي عم تهددهم، بس حتى العلاج تبع اللوكيميا بيهددهم. فإذا كان عنده الواحد القدرة أنه يعالجهم بطريقة معدلة، فاحتمال شفاءهم أعلى من الأطفال التانيين. ولكن إذا عولجوا بشكل مباشر كأي طفل تاني، احتمال موتهم بسبب التوكسيسيتي، بسبب التسممات اللي بتصير من الكيموثيرابي أعلى بكتير. نحن بنعرف أنه إصابة بالسرطان بشكل عام والإصابة باللمفوما واللوكيميا بشكل خاص هي عبارة عن فشل الجهاز المناعي للإنسان من تحري هالخلايا السرطانية. لو قدر الجهاز المناعي يتعامل مع الخلايا السرطانية كخلايا لا تنتمي لهذا الجسم، مثل ما بتعامل مع الخلايا المصابة بفيروس أو جرثوم، فاحتمال أنه إصابة السرطان بتقل كتير. ولكن المشكلة أنه منقدر قدرتنا على رؤية هالخلايا أو جسمنا يتعامل معها قليلة، فبيصير هذا الموضوع لسه أسوأ إذا واحد عنده نقص مناعة. فبنقص المناعة بيزيد عدد حالات السرطان، وخصوصاً الليمفوما، مو اللوكيميا، الليمفوما. هلا بدي وقف هون شوي وحاول أربط لكم الليمفوما واللوكيميا. أنتوا بدراستكم بجوز الشغلة ما كانت كتير واضحة في بالأطفال، أنا رح أحكي بالأطفال مو خارج الأطفال. بتقدر تقول إنه الليمفوما هي 3 أنواع تقريباً. واحد منهم هاجكن، وهذا ما رح نحكي عليه اليوم. الثاني نون هاجكن لمفوما، وهي النون هاجكن لمفوما بتنقسم لقسمين، واحد اسمه ليمفوبلاستيك لمفوما، واحد اسمه ماتشور بي سيل لمفوما. فإما البي سيل الناضجة بصير عليها لمفوما، وهي بتكون نون هاجكن لمفوما، أو الخلايا الأرومية تبع البي سيل بيصير عليها لمفوما. فإذا تذكرنا أنه الليمفوما بالأطفال عادة واحدة من 3 وحدات، إما الليمفوما هاجكن أو نون هاجكن. النون هاجكن بنقسمها لماتشور وإماتشور. الإماتشور اللي حنقول عنها ليمفوبلاستيك ليمفوما. إذا حدا عنده سؤال أرجو أنه تقاطعوني وبنحكي عليه إن شاء الله. طيب، إذا قلنا أنه في B-cell lymphoblastic lymphoma وB-cell lymphoblastic leukemia، شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بين lymphoblastic lymphoma ولymphoblastic leukemia. اثنين B-cell، عملكم أنه B-cell lymphoblastic lymphoma وB-cell lymphoblastic leukemia.
الفرق الوحيد بيناتهم هو كمية إصابة النخاع نقي العظم. إذا كان نقي العظم إصابته أكثر من 20% فهو بيضاد دم، إذا كان أقل من 20% فهو لمفوما. هذا هو الفرق الوحيد. إذا كنا عم نحكي بي بدنا نكون واضحين وصريحين هون، هو إنه ليمفوبلاستيك بده يكون في ليمفوبلاستيك ليمفوما أو ليمفوبلاستيك لوكيميا، هي نفس الشيء إلا إنه كمية الإصابة بالنقي العظم أكثر بيضاد الدم منها بالليمفوما. هذا الفرق الوحيد. طيب إذا قدرنا نميز هذا الشيء وقلنا لكم إنه في بيركيتس ليمفوما، بيركيتس ليمفوما هي ماتشور بي سيل ليمفوما، ماتشور بي سيل ليمفوما، بس تتصرف مثل ما بتتصرف ال immature بي سيل ليمفوما، فهي تتصرف ممكن تكون لوكيميا. فإذا كان إصابة النقي العظام بالبيركيتس أكثر من 20% فهي بيركيتس لوكيميا. وبيركيتس اللي هي بتكون شائعة، الماتشور بي سيل ليمفوما هي الليمفوما الشائعة بالأشخاص المصابين بنقص المناعة الوراثي. هلا في هون أمثلة بهذا السلايد على شو هن هدول المتلامزمات. تأشيرة الانجكتيجا قلناها قبل شوي، ويسكوت ألدريتش هي نقص مناعة مع نقص الصفيحات. في كمان اللي بينولدوا مع شغلة اسمها سكيد، سيفير كومباين اميونو ديفيشنسي، أو اللي كان عم يتعاطوا مثبطات مناعة على شكل بشكل متواتر بشكل طويل. يعني مثلا ولنقل ولد عنده فشل كلوي وصار عنده نقل كلية وصار اضطر انه ياخذ مثبطات مناعة لفترة طويلة، احتمال اصابته بماتشور بي سيل ليمفوما عالي. تحدثنا شوي على هذا الموضوع، التفريق ما بين الـ AML والـ ALL، وقلنا أنه الـ ALL هي أشيع من الـ AML، تقريباً ضعف حالات الـ AML، عدد الـ ALL هو ضعف الـ AML بالأطفال. وهلأ لح أحكي على شغلات أنه يمكن هلأ توفروا عندكم بالمنطقة، اللي هن الـ Flow Cytometry. بلشتوا تتعامل بالفلو سيتومتري ولا لسه؟ ما في عندنا فلو سيتومتري. سمعت انه تأمن هذا الموضوع، ما بعرف اذا عندكم والله بتصور عندكم وعم يستعملوه هلا، بلشوا يستعملوه للكبار للادلتس، بس ما بعرف اذا لسات يعني لساتهم عم يجهزوا الجهاز. المركز عندنا عم يجهزوا المختبر، ذكروا انه في تلوينات مناعيه امينو هيستوكيمستري، معناته الفلو سيتومتري ممكن المرحله الجايه. هلا انا رح احكي على الفلو سيتومتري، وممكن يعني ممكن هذا يتامن كمان من خلال التلوينات المناعيه، ولكن الفلو سيتومتري هو اللي اكثر قدره على تحري هدول السيرفيس ماركرز. فنحن بنعرف انه اذا بدنا نميز ما بين الخلايا الأرومية الليمفاوية اللي هي عم تسبب ببيضاض الدم، بدنا نميز بيناتهم بالنظر بالميكروسكوب، بنقول إنه الـ AML الخلايا تبعها أكبر، حجمهم أكبر والسيتوبلازم تبعهم أكتر، بينما الخلايا الليمفاوية الأرومية بتكون أصغر، ورغم إنه صغيرة هي كبيرة مقارنة مع الخلايا الكريات البيض العادية الطبيعية. فالأرومات أكبر من الكريات الناضجة الطبيعية، والأرومات الليمفاوية اللي هي أكبر من الطبيعية بتكون أصغر من الأرومات المايلويد النقوية. فإذا بدنا نميز بيناتهم، هي يمكن واحدة من أهم مش المميزات. المميزة الثانية إنه بعض الأرومات النقوية بيكون فيها بالسيتوبلازم تبع الخلية عصيات أور rods،
هدول العصيات أور بيكونوا موجودين ببعض الخلايا الأرومات النقوية. أيضا في بالM7 واحد من الAMLs بيكون السيتوبلازم عليها بلبينج أو هيك مثل فقاعات على سطح السيتوبلازم من برا، بيكون هيك معرجة طالع لها هيك مثل الوردة، بسبب أنه هي بتكون هي بيسموها ميجا كاريوبلاستيك لوكيميا، اللي هي الأرومة تبع الصفيحات، فبتكون عم تحاول تتكسر السيتوبلازم تبعها مشان تحرر الصفيحات. فهدول يعني مميزات، المشكلة إنه ما نوم معروضين بهي السلايدات، بس مميزات ممكن تميز فيها تحت المجهر. ولكن عمليا قدرتنا على التأكد إنه أنا متأكد إنه هي AML ولا هي ALL ضعيفة، وحتى بتصير أصعب بكثير إنه بتمييز ما بين التي سيل والبي سيل. اثنيناتهم ALL بس ما بنقدر نميز ما بين البي سيل والتي سيل إلا إذا كانت عندنا التلوينات المناعية والفلو سيتومتري. فإذا كان عندي فلو سيتومتري أنا بجيب عينة من سواء من الدم إذا كان تعداد كريات البيضاض موجودة بشكل كافي بالدم، أو عينة من نقي العظام، ومنحطها بهالجهاز ومن نعمل flow cytometry اللي هو بيتحرى هال surface markers. فإذا كانت عليها CD19 CD22 فهي B cell، إذا كانت عليها CD3 وCD7 فهي T cell، إذا كان عليها 13 و33 فهي AML. فبيسهل عملنا كتير وبيخلي قدرتنا على التشخيص أعلى بكتير. فمن هون تنبع ضرورة وجود التلوينات المناعية والفلو سيتومتري. مثل ما قلت ممكن يعني ببعض المهارات ممكن التلوينات المناعية تساعدنا. فبدي إياكم تتذكروا أنه 19 و 20 19 و 22 و 20 كمان 19 20 و 22 هنن تبع البي سيل، تبع التي سيل هن 3 و7 وتبع الاي ام ال هن 13 و33. هلا بالتلوينات المناعيه، وهي يمكن انتم بتعرفوها انه سودان بلاك ومالو بيروكسيديز، هذول تلوينات مناعيه ممكن نميز فيهم الخلايا النقويه اللي هي بتكون بوزيتيف سودان بلاك ومالو بيروكسيديز. طيب إذا كان عندنا خلايا عم تعرض ال 19 19 و 22 وكمان عم تعرض 13 و 33، هلا قلت لكم 13 و 33 هن ال AML، وقلت لكم 19 و 22 هن ال ALL B cell ALL. فإذا اثنين عم ينعرضوا بنفس الخلية، نحن بنعرف انه هدول الخلايا مريضة، فقدرتها على التعبير على بشكل ممتاز مثل ما بنتوقع نحن عن السيرفيس ماركرز بتكون ما أنا منيحة، لأنه هي خلية مريضة. وكتير شائع أنه الخلية يكون عندها expression أو بتظهر على سطحها ال 13 و 33 حتى لو كانت B cell ALL، فهي شائعة وما بتغير التشخيص. اللي بيغير التشخيص هو أحيانا بيكون عندك باي فينوتيبك لوكيميا، meaning يعني اللي بيكون هي عبارة عن خلية ممكن تكون AML أو ALL، يعني ما بتقدر تميزها إذا كانت ALL أو AML، مو بس بالإكسبرشن تبع 33 وال 13 و 33، لا بيكون إلى ميزات تانية اللي هي موجودة، منها بيكون تبع البيسل ومنها بيكون تبع الAML، أو حتى بجوز تكون عندها الـ surface markers تبع الـ T cell والـ B cell. فإذا كانت خلية ما عم تقدر تميزها ما إذا كانت هي AML ولا ALL، هي بتساوي الإنذار أسوأ. ومن الأفضل في هذه الحالة أنه تعالجها كأنك عم تعالج الـ ALL، لأنه علاجه أطول ويبدو بحالة الـ biphenotypic هو أنجع من علاجها كـ AML. فهي اللي بيسموها باي فينوتيبك، عندها تظاهرات مزدوجة للAML والALL أو للتي سيل والبي سيل، باي فينوتيبك.
فهي باي فينوتيبيك لوكيميا عندها انذار سيء. احيانا بيكون نوعين من اللوكيميا وهذا نادر جدا، بيكون عندك AML و ALL بنفس الوقت، يعني عندك خلايا متميزة ظاهر هي بي سيل ALL واضحة ظاهرة، بس كمان في مجموعة تانية من الخلايا ظاهرة واضحة إنه مايلويد لوكيميا. هدول كتير إنذارهم سيء ويعني علاجهم صعب وغالبا يحتاجوا إلى زرع نقي العظام بأسرع ما يمكن بعد ما يتم إحراز الريميشن اللي هو الهجوع تبع اللوكيميا. للأسف إنه أنتم يعني ما عندكم أكسس لهدول الشغلات لحتى تقدروا تميزوا، فكتير أحيانا بدأ الواحد يستعمل الأدوات المتاحة لتحقيق الغايات المطلوبة، وأحيانا بيصير فيها بعض التحذير والعلاج على هالأساس. كمان ملونات مناعية ولمفو وهذا flow cytometry markers يعني موجودة بال BCLLL اللي هي TDT، وأحيانا بتكون DR موجودة كمان. فما بتصور هدول في داعي إنه يعني تركزوا عليهم كونه ما رح يجوكم، ولكن لازم تعرفوا على الأقل إنه على الأقل إنه 19 و22 هنن تبع البي سيل، 3 و7 هنن تبع التي سيل، 13 و33 هنن تبع المايلويد. ولانه انتم بتستعملوا هاي الملونات المناعيه تبع المايلوبراكسيس والسودان بلاك هدول كمان مايلويد، فهدول يعني هذا السلايد لازم تتذكروا. طيب هلا لما بيجي الطفل بيضاد دم غالبا بيجي عنده نقص بكل الكريات، الصفيحات والحمر والبيض مثل ما قلنا بيكون عنده زيادة أو نقص، بس لما بتطلع على الخلايا الطبيعية بيكون عنده نقص بالخلايا الطبيعية، بجوز يكون عدد البيض كتير عالي ولكن كلياتها بتكون أرومات ما بتكون خلايا طبيعية، فالخلايا الطبيعية البيضاء بتكون كمان منخفضة. فلما بيجي الطفل بيضاد دم غالبا بيكون عنده تظاهرات بالتعداد العام تبعه، تظهر نقص بجميع أنواع الخلايا الطبيعية تبع النقي. بالإضافة لهذا الشيء بيكون عنده أعراض تانية، في منهم بيصير عندهم حرارة، في منهم بيصير عندهم آلام مفاصل وعظام، في منهم بيصير عندهم نقص وزن، في منهم بيصير عندهم تضخم عقد لمفاوية كبد وطحال، فهدول كلياتهم من التظاهرات تبع اللوكيميا. فلما بيجي ونحن منشك انه في عندهم لوكيميا ومنشخص اللوكيميا بنعمل بزل نقي، وهلا نحن عم نحكي على الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا ALL، هي المحاضره ALL، عم بحكي على الشغلات الثانيه اللي هي كانت الليمفوماز والAML لانه هن القرايبين، بس ما هن اللي عم نحكي عليهم اليوم، نحكي عليهم باوقات ثانيه ان شاء الله. فبنرجع بنقول انه هي ALL، شخصنا ALL كانت الارومات كبيره بس مو كتير كبيره، كانت الخلايا الطبيعية ناقصة، ولنقول كان عنده تضخم عقد لمفاوية، بذلنا النقي طلع عنده هذا الموضوع، تأكدنا أنه عنده ALL. لما بيجي الولد عنده ALL في عنا شغلتين بيساعدونا على تمييز الإنذار تبع هذا الولد كيف رح يعمل احتمال شفائه. أول واحد هو العمر، العمر مثل ما قلت لكم معظم الحالات بتصير ما بين الواحد والعشرة، والذروة بتكون بين الاثنين والأربع سنوات، ولكن إذا كان الطفل أصغر من سنة أو أكبر من 10 سنوات فإنذار أسوأ. فإذا أنت عم تطلع على العمر، العمر الأفضل هو ما بين 1 لـ10 سنوات، فهذا بيدلك على الإنذار. الشغلة الثانية اللي بيدلك على الإنذار هو تعداد البيض الكامل، يعني كل الـ WBC قديش تعدادهم، إذا كان أكثر من 50 أو أقل من 50، أكثر من 50 سيء، أقل من 50 جيد. فأنت مباشرة لما بتشخص طفل بيضاد الدم الحاد مباشرة بتعرف قديش عمره وبتعرف قديش التعداد البيض اللي عنده، وبتقلهم إنه هذا إما خطورة عالية أو خطورة عادية. ما في عنا خطورة منخفضة هلأ بالبداية، منقول بس إما خطورة
متوسطة أو خطورة عالية. فإذا كان عنده واحد من اثنين، إما عمره أكثر من 10 سنوات أو أقل من سنة، أو التعداد تبعه فوق 100، واحد منهم بكفي. إذا كان التعداد فوق 100 خطورة عالية، إذا كان العمر خارج العمر المفضل فهو خطورة عالية. فهدول اثنين اللي بنعرفهم وقت بنشخص الطفل. ولكن بعد ما نشخص الطفل بتبلش تتبلور عنا معلومات إضافية. منها هي المورثات. المورثات مو تبع الطفل، المورثات تبع اللوكيميا تبع الطفل، تبع الابيضات الارومات الورمية تبع الطفل. شو المورثات تبعها، شو عم يعملوا؟ ففي من المورثات تغيرات بتزيد الخطورة، وفي من المورثات بتنقص الخطورة. وانا ما رح فوت بكل هالتفاصيل هاي اللي هون محطوطة، لانه هاي بتحتاج مختبرات متقدمة لحتى تقدر تعطيك هالمعلومات هي اللي المطلوبة. اللي رح أحكي عليه هو بعض الأشياء اللي لها علاقة بالمورثات. واحدة منهم إنه أحياناً بيجي طفل واللوكيميا تبعه عنده أكثر من 53 كروموزوم. نحن بنعرف الخلية الطبيعية عندها 46 كروموزوم، 23 من الأم و 23 من الأب، ف 46 كروموزوم عند الخلايا الطبيعية. أما الخلايا الأرومات الورمية غالباً بيكون عندها تغيير بهذا الشيء، ففي منها أحياناً بيكون عندها أكثر من 53 كروموزوم. إذا كان عندها أكثر من 53 كروموزوم، وخصوصاً إذا كان عندها 3 من الكروموزوم 4، 3 من الكروموزوم 10 و 3 من الكروموزوم 17، هدول بيكون احتمال شفاء عالي جدا. فهي بسموها هايبر ديبلويدي. الديبلويد اليوبلويد هو 23، ديبلويد دبل يوبلويد هو 46، هايبر ديبلويد مينينج يعني عنده اكثر من 46 كروموزوم. ولحتى يعني يتم التعريف لازم يكون اكثر من 53 كروموزوم. او الدي ان اي اندكس يعني كميه الدي ان اي هي 1.16 من الطبيعي، يعني 116% من الطبيعي لحتى يكون التعريف قائم هون عليها انه يكون عنده هايبر ديبلويدي. فهايبر ديبلويدي كثير الكروموزومات معناتها منيح، شيء منيح، احتمال الشفاء اعلى. هايبو ديبلويدي اذا عندهم اقل من 44 كروموزوم وقتها بيكون احتمال انذارهم كثير سيء، بس هذا من حسن الحظ يعني قليل، 1-2% من الأطفال اللي عندهم إبيضات دم حاد يكون عندهم هايبوديبلويدي وهذا إنذارهم سيء، بينما 20-25% من الأطفال عندهم هايبوديبلويدي وهذا إنذاره حميد أو جيد. فمثل ما أن أول شيء تعرفنا على عمر الطفل، على تعداد البيض عند الطفل، تعرفنا هلأ على الجينات. في جينات إضافية كمان ممكن منها بيزيد الخطورة أو بينقص الخطورة. اللي حنحكي على 1221 اللي هو بيلحم التل مع الـ AML. تل AML شائعة كمان وهي إنذار جيد. فإذا واحد طفل عنده translocation 1221 أو تل AML translocation بيكون عنده إنذار جيد. إنذار سيء وقت بيكون عنده فيلادلفيا كروموزوم، بيكون عنده translocation 922 بيلحم البي سي ار مع الايبل. فهي كمان ما لها شائعه كثير، يعني حوالي 5% من الاطفال المصابين بضاد دم الحاد اللمفاوي عندهم هذا translocation، بس هذا انذاره اسوء. تحسن الانذار من وقت ما بلشنا نستعمل الايماتنب والدساتنب، هذول تايروزين كينيز انهبيترز، بيصبطوا التايروزين كينيز، وخصوصي يعني التارجت تبعهم هو البي سي ار ايبل. من وقت ما بلشنا نستعملهم تحسن الانذار بشكل هائل. المورثات الثانيه اللي حاحكي عليها بس ما كثير رح اركز عليها، رح اقول لكم انه الكروموزوم 11 اللي هو قلت انا قلت عفوا خربطت قبل، قلت الكروموزوم 4 على ام ال، لا هذا مو صحيح. الصحيح هو الكروموزوم 11 هو اللي عليه الMLL. وإذا بتتذكروا قلت لكم معظم الأبيضات الدم اللي تحت السنة من العمر عنده
MLL rearrangement، فعنده translocation ما بين الكروموزوم 11 واحد الكروموزومات، ما بيهم شو الكروموزوم الثاني، بس كروموزوم 11 مع واحد ثاني من الكروموزومات translocation بيناتهم بنسميه نحن MLL rearrangement. ليش؟ لأنه MLL جين تنوصل بجين ثاني بيسيء للإنذار. فهدول الأطفال اللي تحت السنة غالبا بيكون عندهم MLL rearrangement وإنذار سيء. الشغلة الثانية اللي بدي أحكي عليها هو الكروموزوم 8، إذا في translocation 8-14 أو 2-8 أو 8-22، هدول الثلاثة هنا الكروموزوم الترانسلوكيشنز اللي مترافقين مع البركت لنفوما، وهذا ممكن يجي بفحص سؤال هيك، ممكن يجي بفحص على موضوع أنه الترانسلوكيشن هو اللي له علاقة بالفيلادلفيا كروموزوم وهل إنذار سيء ولا جيد، أنه كروموزوم العلاقة بتيل إيميل وهل إنذاره جيد ولا سيء، وأنه كروموزوم له علاقة بالبركت لنفوما، ومثل ما أن بركت لنفوما أو لوكيميا هي عبارة عن translocation بيأثر بها الخلايا بيخليها تصير ورمية. هنقطع عن هذا السلايد. حكينا شوي على هذا موضوع البي سيل المتشور بي سيل والتي سيل. فإذا قمنا الـ AML وبلشنا نحكي على الـ ALL، حكينا في mature B-cell و immature B-cell و T-cell، هدول الثلاث أنواع من اللوكيميا بالـ ALL. فمعظم قلنا هذا الكلام، معظم الإصابات بضاد دم هي B-cell ALL، وبتكون 19 و22 إيجابية، وبتكون أحياناً 10 إيجابية. فهدول حكينا هذا المعلومات. حوقف هون شوي دقيقة بس واشرح كمان. فبالإضافة لموضوع عمر الطفل وتعداد البيض عند الطفل والمورسات تبع الأرومات الورمية اللي كلهم هدول عم يساعدوك إنه تكون الإنذار تبع الطفل، في شغلتين تانيات كمان بدي اياكم تتذكرون بموضوع الانذار تبع الطفل، وهن ما بيكونوا موجودين عندكم بالبدايه، اللي بيكون عندك بالبدايه بس عاملين، بعدين بتكتشف المورسات، وبتكتشف كمان قديش في اصابه للدماغ. هلا ليش الدماغ؟ ليش عم نحكي على الدماغ مو على القلب ولا الكليه ولا اللي هو البنكرياس، ليش عم نحكي على الدماغ بالتحديد؟ في عضوين بالجسم عندهم blood brain barrier، فاصل او الاغشيه اللي بتحمي هالعضو هاد، بتمنع الدم من الدخول بشكل فعال او المواد من الدخول من الدم بشكل فعال. فنحن بنعرف هلا رح اعطيكم هيك مثال بس مشان اوضح لكم الفكره، لما بصير واحد عنده سحايا، التهاب سحايا، وانتوا اطباء اطفال عالجتوا السحايا، في مضادات حيويه معينه بتستعملها لحتى تقدر تفوت على الدماغ وتعالج السحايا، لانه السبب هو البلود برين بارير، ما بيقدر كل المضادات الحيويه تعبر بسهوله للدماغ، فلذلك بنختار مضادات حيويه معينه مشان تقدر تعبر للدماغ وتعالج السحايا. فنحن عندنا بالبيضاض الدم، بيضاض الدم مو مثل اي سرطان ثاني، السرطانات الثانية بيقول لك stage 1 و stage 2 و stage 3، هون بيضاد الدم هو بالتعريف وين ما موجود الدم موجود بيضاد دم، والدم موجود بكل الأماكن، فموجود بالكلية، بالقلب، بالدماغ، بالعضلات، موجودة اللوكيميا موجودة بكل هالأماكن لأنه الدم موجود بهيك كل هالأماكن، إلا أنه في عضوين عندهم طبقات حامية تمنع الكيموثيرابي من الناتج على هالعضوين، هن الدماغ والخصيه، وبالانجليزي بيقولوا هدول sanctuary organs، هن اعضاء والله ما بعرف ترجمه sanctuary، اعضاء عندها حصانه.
فهدول العضوين بالجسم طبعا موجودين عند عضو واحد موجود عند الأنثى اللي هو الدماغ، وعضوين موجودين عند الذكر هو اللي هو الدماغ والخصية. إصابة هالعضوين باللوكيميا شبه مؤكدة، بنعرف إنه موجودة اللوكيميا موجودة بهالأماكن، بس كمية اللوكيميا الموجودة بهالأماكن بتأثر بالإنذار. فنحن بنعمل بزل نقي وفحص للخصية عند الصبيان، عفوا بزل قطني مو بزل نقي، بزل قطني. الغاية من البزل القطني هو رؤية كمية اللوكيميا التي أصابت الدماغ وحقن كيموثيرابي بالسائل الدماغي الشوكي، لأنه بنعرف أنه الكيموثيرابي ما رح تصل بشكل كافي. بس عدد البزل القطني اللي بنساويه بيختلف حسب كمية إصابة السحايا أو الدماغ. ففي ثلاث مستويات لإصابة الدماغ باللوكيميا. المستوى الأول اللي بنسميه CNS1، CNS1 هو أحسن واحد، ما بتشوف لوكيميا، ما بتشوف أرومات ورمية بالسائل الدماغي الشوكي. إذا ما في أرومات ورمية معناته هذا CNS1. إذا كان في أرومات ورمية فهو 2 أو 3. الفرق بين 2 و 3 هو أنه عدد الكريات البيض سواء كانت مصابة أو غير مصابة بالسائل الدماغي الشوكي إما تحت 5 أو فوق 5. إذا كان في أكثر من 5 كريات بيض بالسائل الدماغي الشوكي، أكثر من 5 كريات بيض بالسائل الدماغي الشوكي مع وجود أرومات ورمية بالسائل الدماغي الشوكي، فبيكون هذا CNS3. إذا كان تحت 5 بيكون CNS2. ففي ثلاث مستويات، وهدول بيقرروا عدد المرات اللي بدنا نساوي فيها بزل قطني لحتى نعطي الكيموثيرابي بالسائل الدماغي الشوكي. أقل عدد هو لا يقل عن 12 ل15 بزل قطني خلال فترة المعالجة، وأكثر عدد قد يصل ل30 بزل قطني. كنا من زمان لحتى نتجاوز هاي مشكلة السائل الدماغي الشوكي والعلاج تبعنا كنا نستعمل الراديشن أكثر، ولكن الراديشن أو تشعيع الدماغ هو سيء كتير وخصوصا بالطفولة، لأنه بيوقف نمو الدماغ وتطور المهارات تبع الطفل. فما بنحب نحن نعطي معالجة شعاعية للدماغ مشان اللوكيميا. أحيانا بنضطر نعطيها ولكن بنحاول نقلل قدر الإمكان. طيب، بما أنه دخلنا بموضوع الأعضاء الحصينة sanctuary organs، حكينا على موضوع الدماغ، بدنا نحكي شوي على موضوع الخصية. هلا ضروري كتير أنه نحن نعمل فحص خصية وقت بيشخص الواحد الابيضاض الدم، والفحص بده يكون هو فحص يدوي، يعني بدك تعمل فحص سريري لحتى تتأكد أنه حجم الخصية هو مناسب لعمر الطفل. فإذا ما كان عنده علامات نضوج جسدي وبلوغ ولكن الخصية كبيرة حتى لو كان بس واحدة، فهون في مشكلة حجم الخصية اللي نحن عم ندور عليه. أو حتى بعد البلوغ إذا واحدة من الخصيتين أكبر من الثانية بكمية يعني ظاهرة، فهون في مشكلة بدك تتحراها. فهو فحص سريري، ما بنعمل مثل ما بنعمل بزل قطني، ما بنبزل الخصية، بنفحصها سريرياً، وإذا في تضخم بواحدة من الخصيتين أكثر بكثير من الجنب الثاني أو بشكل غير مناسب للعمر، فهون بدنا نتحرى. كيف بنتحرى؟ أول خطوة هو إنه بنعمل ألتراساوند، بنقيس الخصية وبنشوف القوام تبع الخصية، هل هو طبيعي أم هل هناك ارتشاحات ورمية داخل الخصية. ثاني خطوة هي بزل الخصية، وقت نشك إنه في بعد الألتراساوند إنه فعلاً هذا بيشغل البال إنه ممكن يكون في ارتشاح ورمي للخصية، وقتها بنبزل الخصية لحتى نشوف إذا كان فيها لوكيميا ولا لا. في حال وجود لوكيميا بالخصية، وقتها علاجها ما بيكون بإنه بنعطيهم بزل خصية مع حقن بالخصية، بيكون العلاج تبعهم هو تشعيع الخصية. والسيء بالموضوع تبع تشعيع الخصية إنه أنت عملياً أنت خصيته للطفل، رغم أنه ما أمتله الخصية ولكن عطلت الوظيفة المناعية الهرمونية تبع الخصية،
وعطرت الوظيفة التكاثرية تبع الخصية، فعمليا هو إخصاء بالمعالجة الشعاعية. من حسن الحظ أنه إصابة الخصية هي قليلة كتير بإبيضات الدم الحاد. أنا رح ألتزم بالساعة، فمعنا يمكن لسه 10 دقائق، ممكن نوقف هون وناخذ أسئلة أو ممكن نكمل شوي، ما بعرف كيف تحبوا. حكيم، بس إذا ممكن التفريق بين أرومات اللمفاوية والأرومات النقوية بالسمير. نعم والله يمكن أحسن إنه يمكن المرة الجاية أجيب سلايد وأرجيكم إياهم مقارنة ببعض، لأنه يعني بالإنجليزي بنقول a picture is worth a thousand words، يعني صورة واحدة بتكفيني شرح ربع ساعة، ولذلك أحسن خليني أجيب الصورة. بس اللي قلته أنا إنه النقوية أكبر من اللمفاوية، واللمفاوية أكبر من الطبيعية. فالتفريق ما بين الأرومات، أول شيء بدنا نعرف شو هي شكل الأرومة، وما بظن إنه خليني أشوف إذا فيني إيه عندي والله صورة أرومات. رح أوقف هي بعدين، خليني أساوي شغلة هون بهي الصورة. عم بعطيكم هي حالة اجتني باليوم السبت يمكن الماضي. طفلة عندها تعداد البيض كان 100، وهون الجهاز ما في داعي انا اطلع على السلايد، لانه هو الجهاز لحاله بيطلع لي الكريات اللي انا لازم اشوفها. فخلينا نركز على، ما بعرف، لا عم يركز على واحدة من الخلايا. نعم دكتور. بهي الصورة شايفين خلية أصغر من الثانية، اتنيناتهم طبيعيين، بس لاحظ الفرق بالحجم. اللي بدي ركز عليه إنه الخلايا الطبيعية، اللمفاويات الطبيعية، بتكون حجمها تقريبا قد حجم الكرية الحمراء. لاحظ هاي الكرية التحتانية، الكرية التحتانية اللي عليها إكس أكبر من الكرية الحمراء، فهي ما لها لمفاوية طبيعية. يعني إذا بدنا نحزر عليها هي خلية بيضاء، أنه نوع من الخلايا، بقول لك هي لمفاوية. بس حتى كلمفاوية ما لها طبيعية كبيرة، بالنسبة للمفاوية كتير كبيرة، يعني تقريبا ضعف الكرية الحمراء، فهي كبيرة، النواة تبعها كبيرة. ولسه الخلية اللي فوقها كمان أوضح، أكبر بكتير. رح أركز على واحدة تانية فيها الميزات أوضح شوي. خلينا نركز على هي الخلية، طلع على الكرية الحمراء من جنبها وطلع عليها. هلا الفرق بينها وبين اللمفاوية الناضجة الطبيعية انه الكروماتين تبعها فاهي، بيكون مفتوح ما له مضبوب. لما بيتضب الكروماتين بعد الخلية ما تنضج وتسكر الكروماتين تضبه، بيقوم بصير النواة تبعها غامقة وصغيرة. بينما لما بينفرد الكروماتين بصير النواة أقل اغمقاق وبتكون كبيرة، يعني مفرود الكروماتين بحتر. فبتلاقي مقارنة مع الكرية الحمراء أكبر بكتير، ومقارنة مع اللمفاوية الطبيعية، هون ما في لمفاوية، يمكن ها أي لمفاوية طبيعية، شوف أقرب حجمها للكرية الحمراء، وشوف قديش غامقة، تقريبا سودة مثل ما لها غامقة. بينما كل ما بيّنت قلة النضوج، كل ما بيّن أنه مفرود الكروماتين، وبيكون النويات تبع الخلية واضحة. فشايفين هالمنطقة الزرقاء الفاتحة، هي المنطقة الزرقاء الفاتحة، هي نوية ضمن النواة، هي نوية ضمن النواة، ففي كذا نوية ضمن هي النواة، فبتكون النويات واضحة، الكروماتين مفرود، الخلية كبيرة مقارنة مع الكرية الحمراء، فهي بتكون أروما ورمية. هلا هي أروما لمفاوية، فشوف قديش الفرق بينه وبين الحمراء. لسه الأرومة النقوية لسه تقريبا ضعف هذا الحجم. فهي بداية الحديث، انه اول شيء شو الأرومة، بيكون الكروماتين تبعها مفروض بتكون كبيرة مقارنة مع الكورية الحمراء، او بالأحرى لازم انا اقارنها بلمفاوية طبيعية، وبيكون في لمفاويات ان شاء الله. بجيب لكم سلايدات المرة الجاية بتورجيك اللمفاوية الطبيعية ومجنبة
الأرومة وبرجيكم سلايدين جنب بعض قديش مقارنة الأرومة النقوية مع الأرومة اللمفاوية قدام اللمفوسايت الطبيعية. أرجو أن أكون جاوبت على سؤالك. الله يعطيك العافية. عفاكم الله. طيب أي سؤال تاني؟ معنا لسه 4-5 دقائق. حكيم، بالنسبة لإنزيم أو خميرة تي دي تي، نعم، هاي إيش الدالة لها؟ يعني أنا يعني شو بتدل؟ لأنه شفتها ذكرت. نعم، التي دي تي هو واحد من الخصائص تبع البي سيل لينفوبلاستيك لينفوما. التي دي تي إذا كانت موجودة، واحدة من الشغلات اللي بندور عليها مشان نعطي تشخيص الـ ALL. فهون بهذا السلايد يمكن مذكورة هي التي دي تي. هي بتقلك انه هي لينفوبلاستيك لينفوما، يعني ما لا مايلويد لينفوما. تي دي تي هي من احد مميزات اللينفوبلاستيك لينفوما، غيابها ما بينفي التشخيص، ووجودها ما بياكد التشخيص، ولكن نحن بندور على قلنا على ال 19 و22 وال10 والتي دي تي. قلت لكم انه التعبير عنهم بالخلايا المريضه ما بتقدر تتاكد انه، يعني لكنه الخلايا المريضة ما بتقرأ الكتب اللي نحن نقراها، وبالتالي نحن احتمال نلاقي مثلا 4 من الخمسة اللي متوقعينهم، فما معناتها أننا نأخذ بالعدد الأكبر من اللي موجودين ونقول احتمال البي سيل هو أعلى شيء. حتى هون بأمريكا يعني ومع الفلو سيتومتري أحيانا بيكون في كيسز بيقولك يعني احتمال أكبر هو البي سيل ALL، بس ماني متأكد لأنه هدول الخلايا المريضة ما عم تعبر عن هدول السيرفيس ماركرز مثل مو لازم. طيب خير إن شاء الله. وصلنا هلأ إن شاء الله لموضوع بتصور بلشنا نحكي على CNS شوي، فإن شاء الله نرجع منتابع بإذن الله. بنبلش بعرض سلايدين ثلاثة قبل ما نبلش، وبعدين منتابع إن شاء الله.